السلام عليكم المشاهدين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد ونهار جديد مع اختكم سعديه شانيل. اكيد ديما تجيب لكم واحد الفيديو زوين زوين زوين، وتجيب لكم شي حاجه طوب 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 ما شاء الله. وبنت خالتي اليوم غتفرح بيا، واحد الفيديو ما طاحش ليا في البال البنات، ما شاء الله الحمد لله. الله يتوينا الخير، الله يسهل عليكم خارج الوطن وداخل الوطن، من طنجه لكويره، لكويره من طنجه. شكرا لكم بزاف على الفيديوهات اللي تنحط، وكلشي تيشكرني ما شاء الله عليكم. اليوم بغيتكم تفرجوا في هاد الفيديوهات من الاول حتى الاخر، واللي بغيتو انا معاكم دابا. باش ما تقولوش لي فين تتشوفي، راه تنشوف غير في امير باش ما يمشيش ليا شي بلاصه. ولا هلي خطيكم، وغنخلي الكلمه لفاطمه بنت خالتي اللي جيت عندها وضيفاتني ما شاء الله. هادو هما العائله ولا فعلا والله العظيم. ولا هلي يخطي عليكم حبابكم وصحابكم واللي اللي عزيز على قلبكم والله. فاطمه مرحبا بك. فين جينا اليوم لالا؟ مرحبا بك عندنا بعدا، وفرحانين بهذا النهار اللي فاش جات عندنا السعديه اختي، ونهار كبير الله يسهل عليك. شكرا بزاف، بارك الله فيك. انا فاطمه بنت خالتي عزيزه عليا، ويعني من الطفوله وتزوجنا وديما تنتلاقى، يعني تبارك الله عندنا حنا واحد الحب بعضياتنا. والله يخليكم، الله يخليكم لبعضياتكم. اليوم بغات تفرح بيا، واليوم فين جابتني؟ فين غنمشي؟ واحد المفاجاه واعره واعره ما شاء الله. قالت لي والله من صيفطتك بنت خالتي قالت لي بغيت نحني لك، قلت لي حنا ما نديروش حيت الام ديال اختي انتصار مريضه الله يشافيها، ما نقدرش نحني، كنسمعوا عليها اخبار الخير ان شاء الله ونجي تحني ليا. المهم باقي تنسالها الحنه، وين شي حاجه شي حوايج شي حوايج سعديه باللوك جديد. المهم ان شاء الله كاين واحد المفاجاه كبرى ان شاء الله البنات. ها انتم ها المحل الجديد ديالي سعديه، درت الصالون الجديد في التشيره هنايا، الصالون ديال لوست بنت خالتي. مرحبا بكم الناس اكادير، انزكان، اي تملون فين ما كنتو، مرحبا بكم في الدشيره. دايره واحد السونتر زوين، الصالون واعر البنات، شي حاجه غزال 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 ما شاء الله يا ربي الحبيب. والصالون مرحبا بكم عندنا، اي حاجه بغيتوها في هذا الصالون كاين كلشي كلشي بلا ما نحرق لكم المفاجاه. كاين في الحي اختي فاطمه شنو سميتو؟ حي الزيتون، حي الزيتون، حدا الفيروج ديال افولكي. وغنوريكم كارت فيزيت باش تعرفوا. افولكي حدا القهوه افولكي. شوف الناس اكادير، ايسوسين، كل ما حنت لا ماش كدير. ولتما زهيره مرحبا بكم، راه تزرميه تفرقت لا غير دارت صواب داكشي واعر نكي. سمورات فتوحة حيت كنحكر الحاجه يكرانيا، وين اختاد منها تلقى العائله ومنها تلقى تاع عيالتي اللي سن خالتي. مرحبا بكم، الصالون واعر شي حاجه طوب طوب دي طوب. يلا مرحبا بكم. ها انتما غنشد لكم انا حيت فاطمه اللي تتصورني، غنشوف باش تشوفوا ان شاء الله كل شيء هنايا. ها انتما البنات المحل هنا، كاينه الحجامه، كاين اي حاجه البروتين غندخلوا. ها هي الصالون هو هذا، العريسات اي حاجه بغيتوها. وهنايا وامير ها هو استقبلكم، والنمره كاينه 06002496096. مرحبا بكم. هكا لالا فاطمه حنا داخلين دابا للصالون. يلا مرحبا بكم يا البنات. شي نهار غدي لكم سعديه شي مشروع فكادير يكون هاي هاي. مرحبا بكم، السلام عليكم. اهلا وسهلا، لاباس؟ بخير. مرحبا بيا حذرون. ربي يخليك لعلي خدك الحبيبه ديالي. وهذا هو الصالون ما شاء الله، نتوما تتشوفوا السونتر زوين 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 بزاف. انا هي دخلت وعجبني حيت كلشي متيول كلشي متقون، وعلاش لا ما نشجعوش اختي زهيره، شجعوا الصالون في التشايره حي الزيتون، ياك حي الزيتون حدا فيصل. القهوه فولكي البنات، راه النمره كاينه وكاين كلشي، غتشرح لكم اختي جميله اي حاجه. مرحبا بك لاله جميله، والشرف لينا في قناة سعدية شانيل. وادخلي لاله فاطمة جديدة المصور. مرحبا بك، مرحبا بك عندنا في الصالون. ربي يخليك، الشرف ليا لاله. شرف لينا حتى حنا تجي عندنا للصالون. بارك الله فيك، هذا نشوفوك. ربي يخليك عزيز. ونتعرفوا عليك الصراحة، متابعينك غير في اليوتيوب. بارك الله فيك، نشوف. مرحبا، الشرف ليا. مرحبا، الشرف ليا. بارك الله فيك، مرحبا بك. المهم كنديروا بروتين، اها، كنديروا صبان، كنديروا حجامة، كنديروا بروشينغ، اي حاجه كتعلق بالصالون كنديروها. ما شاء الله عليكم، وكاينه الحجامه، كاين كلشي يعني، كلشي كاين تبارك الله ما شاء الله. ها انتم الان نضربوا معكم واحد الدوره في الصالون، يعني صالون راقي، صالون زوين، شي حاجه طوب. وانتم تشوفوا الصبايغ، اجي تشوفوا، واخا اختكم تتفهم شويه من داك الشيء، ها انتم الصبايغ داك الشيء ما شاء الله واعر. ياك جميله، اش كذا جميله، اش كاين ويب كولور؟ ها انت اللي عارفه
دابا راه غنصبغ البنات وغندير لوك جديد اختكم. هادي صباغه ارت شي حاجه زوينه. كاينه عطيني هادي اخرى. المهم كاينين صباغ كاينين على حسب تبارك الله. يعني اي حاجه بغاوها الناس تلقاوها عندكم. وما شاء الله عليكم العريسات النفيسات اللي بغى يتهلا في راسو مرحبا بكم في الصالون. راكم كلشي في الدشايره كلشي قريب ويعني انيق، يعني تدخل تدخل مريح. يعني انا تانا تيعجبني البنات نتوما تتشوفوا فين تنمشي، تنمشي للصالون في قنيطره يكون راقي يكون زوين. انا تتعجبني المحل هو زوين وخلاص، فاش تتلقى شي لوج بحال اختي جميله وزوينه ما شاء الله ومقبوله وتتعرف تتعامل. علاش دابا جيت انا تاخوى الصالون؟ تبارك الله لقيت الصالون ما شاء الله عليهم الاقبال، حيت علاش انسان تيقلب على شي حاجه زوينه. ما يمكنش انا غنمشي نعطي وجهي لشي واحد ولا نعطي حجباني، لا خاصني نمشيو بروفيسيونيل شي حاجه. يعني مولات الصالون ما شاء الله يعني راه عندها الدومين زوين وجابت البنت حتى هي زوينه بحالها. ودابا نضربوا دور هنايا. اجي 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 بنت خالتي هنايا كما تشوفوا البنات اللي بغا ياك بيديكير مانيكير كلشي تديرو فيرني بيرمانو تبارك الله عليك. وهنايا كاينه البلاصه ديال النسوان ثم كلشي الصالون على حق وطريقه. وكاينه الحجامه اكيد راه معنا كنديروا الحجامه وكنديروا الميك اب وكنديروا الصوان تبارك الله ما شاء الله. كلشي كنديروا في هذه البلاصه هنا في هذا الكابين. تبارك الله. لا لا كلشي متي ولا البنات صراحه الله. والحجامه راه عندهم البنت خاص ديال الحجامه يعني زوينه تبارك الله. والحجامه نتوما تتعرفوها راها على حسابي البنات، غير جيو الثمن ديالكم بوحدو هي ديال سعديه شاني. مرحبا نديرو لهم برومو ان شاء الله. راه دابا راس العام هذا ان شاء الله ضروري برومو في راس العام. اي والله يسهل عليهم. كل سيمانه كنديرو برومو ان شاء الله. ياه ان شاء الله يا ربي. وغنخليو فاطمه. فاطمه شنو تقولي في لوستك؟ يلا هضر على لا يلا عطيني ما عندك. هو صدعتني المتبعين كي جيت، بغيتها بنت خالتي تهلا فيك، بغيتها بنت خالتي نديك الصالون، بنت خالتي ها بنت خالتي جبتيها للصالون. يلا مرحبا بك. مرحبا بك. ربي يخليك والله يتمكم الخير. وان شاء الله غتابعوا سعديه شنو غتصاوب ليا. ما نعرف المهم انا غنعطيها وجهي ونشوفوا شنو كاين. انتظروا المفاجات زوينه وغنحط لكم لاكارت فيزيت وغنحط لكم النيميرو اللي باغي يشد الرانديفو حيت هما تيخدموا بالرانديفو كثار ان شاء الله يا ربي. حتى نتوما ان شاء الله اللي باغي يصاوب شي حاجه زوينه شدوا الرقم ديال اختي زاهره. وهذا كاين انستغرام هانتوما تتشوفوا، كاين انستغرام كاين النيميرو ديال التليفون حيت هما تيخدموا بالرانديفو بزاف باش نتوما ان شاء الله شدوه. وكلشي ان شاء الله كاينه 06 00 42 69 96 هانتوما. وغتلقاو البنات اول تعليق ان شاء الله يا ربي غنطاكي فيه انستغرام ديالها باش تشوفوا الجديد اللي غتحط لكم، حيت ما عندهاش الوقت صراحه باش تصور وتحط. ما شاء الله لقيت داكشي تتصوب راه في المستوى البنات. يلا لالا جميله شنو نبداو؟ يلا لحظه يلا ما تمشيو فين انت. نتوما تبارك الله ما شاء الله نتوما تشوفوا سعديه عقلوا على وجهي كي كان راه كان حالتو باش نديرو قابله وبعد جو تبارك الله. هادشي فيه الكيسه هي وي هاي 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 سعديه غتولي عروسه. داكشي اللي ما درتش البنات فاش كنت عروسه غنديرو دابا. الواحد هو اللي تهلا في راسو وعلاه لا يخطي عليا بنت خالتي. هادشي عمرني ما توقعت منها هادشي دارتها بيا. ايوا هادشي اللي ما درتي فيا يا خويتي. وهضري فاطمه مالك حشمه زوينه القنيطره ان شاء الله. ياك ان شاء الله. ايوا صدعتيني عافاك سعديه شاني الثانيه. ياك ايوا شتي لا لا خطيك يا بنت خالتي والله عمرني ما توقعت منك هذا الشيء درتيها بيا. ايوا المشروع الجديد ديالي هو هذا انا نتي ما ندير لكم. وتشجعوا تشجعوا ان شاء الله اختي زاهره باش ابخي ان شاء الله ندير لكم مشروع هنا في بلادنا ان شاء الله يا ربي الحبيب الا سخر لينا سيدي ربي. المهم شحال من حاجه شفناها الا تسخروا راه ان شاء الله غنجي للتشايره. التشايره واعره البنات زوينه بزاف ياك جميله زوينه الصراحه. ايوا دابا قولي ليهم على النسوان انا خصني نرتاح اكادير ولاف ياك يا نجي نسكن حداكم. مرحبا بك. ياك ايوا دابا شنو درتي؟ دابا كنديرو القماش ديرو مليح مساج وخليو ينشف شويه. ومحال يسمعوك المتتبعين اختي جميله تتهضري في كرشك. هضري ديك المساج حبسيها ديروا راسكم
ديروا راسكم ما كايناش الكاميرا، زيدوا ثلاثه ديال الهضره الفتيه شي مشكل. غير سيري متبعين قابلين عليك اختي جميل. دابا نديروا الكوماج وخليكم معنا. شو تبارك الله هادشي واعر اختي. انا واحد هو اللي طلع فراس الله جيت يعني استحمد وينين مليحه. ايوا البنات شجعوا اختي زهيره وزيدوها القدام ان شاء الله اجيو عندها. ودابا كلشي ان شاء الله جاو هي المناسبات راس العام وغيجي راس العام عاود ديال امازيغ ديالنا. راه ما كاينش اللي ما غيحتفلش بامازيغ. جيو قادو تدير بروتين البنات واعر وبالثمن مناسب. والشعر انا بنت خالتي تبارك الله شعرها والله الا دخلني فيها الشك واعر واعر حرير. انا كون عندي الوقت غنديرو الصراحه واني للاسف ما بقاش عندي الوقت. ما جبتكش لينا فاطمه بكري. والله لا عيات فيا راه كانت غتجيبني منه والبارح. انا ما بغيتش نجي ليها ما سخيتش بالوالده مسكينه. ايوا واش غدير. المهم مازال غنجي ان شاء الله. نتمنى البنات كامل اللي تتعرفوني من لاشين غنحط لكم عفاكم انستغرام ديالها وكلشي يتابعونا معاها مع اختي زهيره وزيدوها القدام. والله ما تحشمكم زهيره راه بروفيسيونيل واعر الصراحه في كادير. يعني الصالونات هنا راه عارفين كي دايرين واعر وتيخدموا وكاينه الخدمه زوينه. يلا ان شاء الله ما تمشيو فين وما تصبيوش ان شاء الله بما تمشي المرحله الثانيه ان شاء الله. ديري دابا جميله نحيدري فين بقى ياك. وين شي ماكينه هادي ولا شي لا ماشين؟ ماكينه. يمكن هادي ولات سهله. هادي كتسهل عليك شويه يعني تبارك الله البنات المحل كله بالماتيريال ديالو باي حاجه تطيح لكم في البال مرحبا بكم. والله العظيم انا ما نكذبش اول مره تندير لي سوان بهاد لا ماشين هادي. انا شحال هادي مشيت واني درت بواحد لاباري اخرى ماشي هادي. يعني المحل يستحق تجيو وتصاوبوا او يعني ما تكون غير خاطركم البنات. راه دابا جميله حشمانه راه حمقوني هاد جوج البنات. هي راجي واجي اجي تصاوبوا ويني ما شاء الله عليها الصراحه. عندها واحد الكوماج شغنقول لكم دارت لي واحد المساج في وجهي لا طوب. والله العظيم انا غنولي نجي البنات في الترانير على ود هذاك الكوماج نجي يصاوبوا لي وجهي ونمشي. ياك جميلة هي مرحبا ربي يخليك. يلا ما تمشيو فين. والله هي دابا زهيرة جاتها تحرقيني. لا مرحبا بكم البنات ما شاء الله شي حاجة واعر. ياه 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 البنات درت هادشي واعر صراحة الله. والله إلا جيو وتشوفوا الخدمة كي دايرة واحد لي سوان شي حاجة ما شاء الله خيالي. نتوما تشوفوا وجهي كيرجع حسيت بالراحه. ومرحبا باختي زهيره معنا في قناتنا. واجي 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 عند اختي زهيره. والله راه ان شاء الله غتلقاو اول تعليق انستغرام دخلوا عندها ان شاء الله يا ربي. والناس ديال اكادير ان زكان ايتملان في ما كنتم مرحبا بكم عندنا في الصالون ديالنا جديد وراقي وشي حاجه واعره البنات. اي حاجه بغيتوها طيح لكم في بالكم مرحبا. والناس الحجامه مرحبا بكم. والله العظيم نتوما عارفين سعديه شانيل اين فوات تحط لكم شي واحد راه ما تنحط اي واحد في قناتي يعني بروفيسيونال شي حاجه مرحبا بكم. وحتى حاجه الحمد لله ما غتحشمنا مرحبا بكم ومرحبا بلاله زهيره مرحبا.